ما أريد التحدث عنه في هذا الفيديو هو الفرق بين الكميات القياسية vectors والكميات المتجهة scalars، وقد تبدو أنها أفكار معقدة، لكن سنرى خلال الفيديوهات القادمة أنها أفكار جدا سهلة. أولا سأعطيكم التعريف، ثم سأعطيكم مجموعة من الأمثلة، وأعتقد أن الأمثلة ستجعل الأمور واضحة جدا، آمل أن تجعلها واضحة جدا. المتجه هو شيء له مقدار magnitude، من الممكن أن نتصوره، وله اتجاه، وله أيضا اتجاه، إذن له اتجاه، لديه اتجاه direction. الكمية القياسية فقط لها مقدار أو مقياس، لها فقط مقدار أو مقياس، وآمل أن تتضح لك عند حل المثال في الثواني القادمة. مثلا دعنا نفترض أن هذه الأرض، هذه الأرض، دعني أجعل لون الأرض أكثر ملائمة، إذن هذا اللون الأخضر، ولنفترض أني أحضرت طوبة إلى هنا، لدي طوبة على الأرض، وحملت هذه الطوبة وقمت بتحريكها لهذا المكان إلى جهة اليمين، إذن قمت بتحريكها هنا، وأحضرت المسطرة وأقول واو، قد حركت الطوبة 5 أمتار، 5 أمتار. سؤالي لك الآن، هل قياسي للـ5 أمتار هل هي كمية قياسية أو متجهة؟ حسنا، لو أخبرتك أنها فقط 5 أمتار فقط علمت مقدار الحركة، أنت فقط علمت كمية الحركة، إذن عندما يقال لك 5 أمتار هذه تعتبر كمية قياسية. وعندما نشير إلى حركة جسم ما أو مقدار تغير موقعه، ولا أعطيك الاتجاه، نحن نتكلم هنا عن المسافة، وسأحذر أنك مسبقا قد سمعت كلمة مسافة، ما مقدار مسافة مسار الجسم المتحرك؟ إذن هذه هي المسافة distance. إذن نستطيع القول أن هذه الطوبة بسبب التقاطي لها تحركت مسافة 5 أمتار، لكن إن لم تتحرك وقيل لي أنها تحركت مسافة 5 أمتار لن نعرف هل تحركت لليمين 5 أمتار أو تحركت لليسار 5 أمتار، أو تحركت للأعلى أو للأسفل، لن نعرف اتجاه حركة هذه الطوبة، فقط نعرف أنها تحركت 5 أمتار. إن أردت تحديد ذلك سنقول أن الطوبة هنا تحركت 5 أمتار إلى اليسار، 5 أمتار إلى اليسار، to the left. خمسة متر إلى اليسار. الآن نحن قمنا بتحديد المقدار هنا، هذا هو المقدار، إذن هذا هو المقدار، وقمنا بتحديد الاتجاه إلى اليسار، هذا هو الاتجاه. أنت الآن تفهم أنها 5 أمتار إلى اليسار. أعتذر، من المفترض أن تكون 5 أمتار إلى اليمين، سأغير ذلك، إذن 5 أمتار إلى اليمين، to the right. من هنا بدأت وحركت 5 أمتار إلى اليمين، مجددا المقدار هو 5 أمتار، والاتجاه إلى اليمين. ما قمت بوصفه هنا هي كمية متجهة، كل هذا الكلام هنا هو وصف متجه. عندما نتحدث عن حركة جسم ما وتغير موقعه ووصف المسافة التي تحركها الجسم لمتجه، نطلق على هذه المسافة الإزاحة، هذه إزاحة. displacement، من الأصح أن أقول أن هذه الطوبة أزيحت 5 أمتار إلى اليمين.
أو أنها حركت مسافة 5 أمتار، المسافة كمية قياسية، لأني لم أطلعكم على اتجاه تحريكي إليها، الإزاحة كمية متجهة، أخبرتكم أنها إلى اليمين. لنطبق ما تعلمناه على سرعات أو السرعة المتجهة لجسم ما، أي السرعة السبيد أو السرعة المتجهة الفلوسيتي. إذن لنقول أن مسار الجسم 5 أمتار، أو وأن التغير في الزمن دلتا تي. أعتقد أنكم لم تتعلموا هذا بعد، سأقول أن تغير في الزمن هنا change in time، عندما حركت هذه الطوبة 5 أمتار لنشير أن التغير في الزمن كان ثانيتين. ربما عندما بدأت بالحركة كانت ساعة الإيقاف 0، وبعد ذلك عندما وضعت الطوبة، أو يجب علي أن أقول عندما وصلت إلى هنا، عندما حركت من هذا الموقع إلى هذا الموقع، أشارت الساعة إلى 2. إذن التغير في الزمن أو المدة التي نتعامل معها هي 2، وعلى حسب معرفتنا أن الزمن له اتجاه موجب فقط، أعتقد يمكن أن نقول أنها قياسية أو متجهة، لأن اتجاه الزمن هو واحد فقط، أو هذا ما سنتناوله في الفيزياء البسيطة. إذن ما هو قياس سرعة تحرك الجسم؟ ما سرعة تحرك هذا الجسم؟ ما سرعة تحرك هذا الجسم؟ يمكننا القول أنه تحركت 5 أمتار في 2. سأكتب ذلك، إذن حرك 5 أمتار لكل 2. لكل 2، أو نستطيع أن نكتبه 5 على 2 متر لكل ثانية، أو نقسمهما فنحصل على 2.5 متر لكل ثانية، 2.5 متر لكل ثانية. هذا مجرد كمية قياسية، دعوني أوضح ذلك. هذا مجرد قسمة 5 على 2. سؤالي لك، هذه 2.5 متر لكل ثانية تعلمك كم هو مسار ذلك الجسم في مقدار محدد من الوقت؟ هل هذا كمية قياسية؟ أو متجهة؟ هل يخبرك بسرعة الجسم؟ لكن هل هو فقط يعطيك مقدارا أو يعطيك كذلك اتجاه؟ حسنا، أنا لا أرى أي إشارة إلى الاتجاه هنا، إذن هذه كمية قياسية. والكمية القياسية لسرعة الجسم ما هي السرعة؟ ما هي السرعة؟ سنقول أن سرعة الطوبة هي 2.5 متر لكل ثانية. الآن إذا قمنا بنفس الحسابات، إذا قلنا 5 أمتار، سأكتب M للأمتار، 5 أمتار إلى اليمين في 2. في 2. ما الذي سنحصل عليه؟ سنحصل على 2.5 متر لكل ثانية، 2.5 متر لكل ثانية. سأختصرهما بمتر لكل ثانية إلى اليمين، متر لكل ثانية إلى اليمين، to the right. إذن هل هذه كمية قياسية أو متجهة؟ أنا أعطيك مقدار السرعة، هذا المقدار وهو 2.5 متر لكل ثانية، وأيضا أطلعك على الاتجاه إلى اليمين، إذن هذا كمية متجهة، هذا كمية متجهة، vectors.
وعندما نحدد السرعة والاتجاه ونقول 2.5 متر لكل ثانية هو المقدار السرعة والاتجاه، هنا نتكلم عن السرعة المتجهة velocity، سرعة متجهة velocity. وطريقة سهلة لتفهمها، إن كنت تتكلم عن تغير في الموقع وتحدد اتجاه هذا التغير، فإنك تقوم بوصف الإزاحة displacement وتحدد اتجاه، وإن لم تذكر الاتجاه فإنك تتحدث عن المسافة distance. إن كنت تتحدث عن سرعة جسم ما وتعطي الاتجاه فإنك تتحدث عن السرعة المتجهة velocity. وإن لم تذكر الاتجاه أنت تصف سرعة ذلك الجسم وهي speed. آمل أن هذا يساعدك قليلا، ومستقبلا في الدروس المقبلة سنتحدث عن هذا وسنقوم بحل أسئلة أساسية عن سرعة جسم ما أو ما بعد تحرك ذلك الجسم أو كم من زمن يحتاجه ليصل لمكان ما.